السلام عليكم ورحمة الله. واش الخوت، اش اخباركم؟ نتمنى انكم تكونوا في تمام الصحة والعافية. مرحبا بكم في فيديو جديد، ومرحبا بكل متابعين قناتكم كازاوي مروكي. اخوان، كيف العادة قبل ما نبداو الفيديو ديالنا، ما تنساوش الصلاة على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. خوت، هاد الفيديو غيكون خصيصا على البياسة اكس ميل، بياسة باغا تباع، وفي نفس الوقت غادي نستغلوا الفرصة ونشرحوا لكم شنو هما الحوايج اللي خصك تقلبهم في شي موطور بون اوكازيون. يعني غتشري شي موطور مستعمل قديم، شنو هما الحوايج اللي خصك تقلب وتعرف الموطور واش باقي مزيان، واش صالح، يعني واش تقدر انك تاخذه وتبقى هاني ولا لا. المهم، هاد البياسه تبارك الله راه باقا جديده، باقي فيها الكارانتي، غنعطيكم حتى الكارانتي ديالها شحال باقي فيه، ونشوفوا الكيلومتراج ديالها شحال ضارب، وتشوفوا النقا ديالها. يعني تبارك الله راه باقا نقيه، زيرو اكسيدو، عمرها ما طاحت، ما فات حتى شي خبشه في الكارينه ديالها. هادشي يعني اخوت ماشي تنقولوا باش نشكروها ونبيعوا البياسه ولا، يعني اللي غيبغي يشري راه غيجي وغيقلبها مزيان، وهادشي اللي غنقول غيجي غيشوف هو نيت في الموطور. يعني اي حاجه قلتها لكم في الفيديو، اللي غيبغي يشري وغادي تعجبو البياسه راه غيجي وغيشوفها في الموطور، وديما مغربي الخوت. المهم، كما كتشوفوا معنا اكس ميل باقا فيها الام بي 3 ديالها، بيفان، بلوتوث، كارت ميموار، والكلي ديال بلاصه الشارج. شوف كي باقا نقيه الخوت، هادي مولاها راه كيدخلها للكراج، كاين لا كارديال لا والو، فهمتش باش تعرف الموطور ناضي. ضرب على هاد البلاصه هادي اللي بات لك مصديه، كتعرفوا يعني راه شويه هو كلاصه، خصوصا اللي كان ما ضربوه في الكيلومتراج. المهم، باقا الكاوات شويه ديالها، شحال من واحد كتكون طايره لهاد البياسه هادي. ها انتوما كما كتشوفوا الام بي 3 بيفان، داكشي راه باقي تبارك الله ناضي. المرايات ديولها بابريز راه كاينه غير دابا مع الصيف مولاها محيده. المهم، راه باقا الباربريز ديالها، شعلوا الضوء ونشوفوا الضوء ديالك دايرين. فيوز الفار ديالها، ها انتوما الخوت، موطور تبارك الله باقي نقي، واو كلشي باقي مزيان، ما كاينش شي بوله محروقه ولا دي فور ما كاينش. يعني انا غنقول لكم انا الخوت اللي غياخذ هذا الموطور راه بحال خدا واحد دوبل في، يعني الحاجه باش مزيانه راه ترودا الموطور، هادشي غتلقاه مرودي تركب عليه انت ناض. المهم، من الحوايج اللي خصك تقلب الا بغيتي تشري شي موطور مستعمل هو البنو. شوف البنو اللي يكون فيه البي اس بزاف، الا كان البنو الاخوان فيه بي اس بزاف، يعني راه تقدر تاخذ الموطور تضرب بها واحد الفتره وتبدلو، يبقى ديما يتفش. والبنو باش تعرفوا انه باقي جديد، يعني هانتوما تيكون باقي بهادوك الجليدات ديالو، يعني البنو ما دايرش بزاف، البنو شي يكون قديم كتلقاه هادو مشاو، وهنا الحروف ديال الكرومبوات يعني كيوليو ملسين، كدوز صبعك عليه بحال هكا كتلقاه ملش ماشي حرش. ثاني حاجة، المونتوسورات خاص ميكونش فيهم الزيت، تجي لهاد البلاصة هادي وتقلبها هنا، دوز صبعك من الداخل، خاص الزيت ميكونش. الإخوان، إلا كان الزيت راه لي زاري دويل تيكونو مضروبين، يعني هذا هو مشكل كبير، كتولي دوز غير على الحفاري الصغار، السكوس خفيف، كتسمع الموطور كيقرقب، الموطور يعني باقي جديد وفيه تقرقيب، راه القضية هادي مخداماش. هاد القضية الإخوان كتشوفو المونتوسورات هنايا ديال القدام، وفي نفس الوقت كتشوف المونتوسورات ديال اللور اللي يكونوا عوجين. شحال من واحد كتلقى عندهم مونتوسور عوج، السبب اش؟ السبب الثقل، ويكون حفاري يعني كبار وكيدوز عليهم دو بلاص بشي سرعة كبيرة. يعني اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا المونتوسورات كيبداو يعواجو، ما كيتهرسوش لأنهم راه صحاح ميمكنش يتهرسو، ولكن مع الثقل كاين اللي كيزيد دو بلاص، راه المونتوسورات كياكلو الطق وكيعواجو. ومن وراها الخوت الشاكلة، كتكون فيها حتى شي ضربة، يعني الا كانت فيها شي شقه ولا شي تسوديه حتى هي راه ما خداماش الاخوان. الشاك معلاش مع السخونيه تقدر داك السدوره ولا ديك الضربه اللي فيها تولي تعطيك الصداع، تبقى فيها موالو وتولي تسمع الصوت ما كتعرفوش منين جاي. المهم، هادو من بين اهم الحوايج اللي خصك تقلبهم في الموطور. وهذا الخوت تنوى الله، يعني كيف ما قلت لكم التنوى تبارك الله باقي جداد، الموطور ما ضارب والو، جوان الله يبارك. بالنسبة للسلسلة بلاطو بينيو هذوك بلا ما نهضرو عليهم، لأن الموطور ما دارش بزاف، يلاه دار 5000 كيلومتر، يعني داكشي
نقدروا نقولوا كيتبدل على 12000 كيلومتر، غير تبدل ديك الساعه سنسله بلاطو بين ما دار يلاه دار ب 5054 كيلومتر. والماكينه الخوش راه ما فيها حتى السرسير لا تقرقيب لا والو، يعني الموتور قلت لكم باقي فيه الكارانتي. بالنسبه للخوت هما الاوراق، ها هو الموديل، موديل 2021 شهر 7 شهر 27، يعني فهاد لاداش الكارانتي راه غيكون مكمل، غتوصل 26 شهر 7 2022 الكارانتي ديالو ما خرجاتش. البلاكا باقي ليها شهر ولا شهر اوت حتى لشهر 8، شهر 8 غتكون البلاكا خارجه. تقول لي باقي فيه شهر ديال لاسيرونس، اللي بغا يشري غيشري شهر ديال لاسيرونس. يعني اللي غياخد الموطور الاخوان غياخدو شهر ديال لاسيرونس. وطريقه ديال البيع الخوت شهر 7 نهار 20، طريقه البيع راه غتكون موطور يعني بشهر ديال لاسيرونس. طريقه البيع الاخوان يعني كاين اللي غيقول لك البلاكا باقا ما خارجاش كيفاش ما كيفاش، المهم هذه طريقه غادا تبقى بيننا وبين الكليان اللي غادي ياخذ هذا الموطور، يعني الشخص اللي غيرتاح الموطور غادي يبغي ياخذو، حنا غادي نتكلفوا ليه بديك المسائل ديالو الشبكه، المهم هي الشبكه ديالو يعني مولاه راه مهلاي فيه الصراحه. كما قلت لكم يعني اللي غيبغي ياخذ الموطور ديك الطريقه راه ديالنا حنا، غادي نوريوه كيفاش انه غير يركب على الموطور ديالو قانوني، ما عنده منا شي خاف، لاسيرونس كلشي. هادي شوف شحال راجع، راه راجع من هنايا راجع لهنا، كانت هنا سيبور دار لها سيبور هنا خوت، هاي سيبور ديال الحديد بالبولونات كانت لاصقه هنا، ردينا هنا تقدر تهز فيها 4-3 بلايص، يعني الموطور تبارك الله الموطور ولا مشيسع. ديماري لي اخويا ديماري تبارك الله. الماكينة باقا سايكونش؟ اه سايكونش الكرة ناضية اخوان، الماكينة راه باقا غير سايكونش، الكرة تبارك الله ناضية. انا غنحط لكم فيديو ديال هادي دو بلاص، انا والدري نهار العيد شدينا بهاد الطريق وغتشوفوها كي غادي دو بلاص سيكونس، يعني فيديو غيطلع لكم دابا من ورا هاد الشيء هذا ان شاء الله. كتشوفوا هنا هي دو بلاص طريق مواطي، شوفوا كيفاش غادي فيها وكاين البرد يعني كي اتاكي الموتور، اللهم لك الحمد. المهم اخوان كيف ما كتشوفوا معنا هاد اللقطه اللي كتشوفوا دابا ديال هاد الاكس ميل هي نيس هادي اللي وريتكم باغا تباع، الا قشو راه كنا درنا على واحد تيست رايد نهار العيد، يعني نهار العيد كنا خرجنا دو بلاص درنا بواحد الميني فلوق، راه باقي محطوط في لاش يوتيوب الاخوان اللي بغى يشوفو كامل، انا غادي نخليه يطلع من ورا هاد الفيديو ان شاء الله باش غيسالي وتشوفوا يعني نهار شدينا بهاد الطريق نهار العيد يعني كيفاش كانت في الطريق. المهم على اي حال هذا غير مقتطف باش تشوفوا يعني كي دايره دو بلاص، يعني انا كنت غادي سايق والسيد راكب ورايا هو اللي كيفيلم الموطور بصراحه، يعني غير سيكونس ويعني غير في الطريق مرتاح منفس. عاد باش الا بغيتو نتوما ديروا لي شي تعديلات شي حاجه فهادشي راه كامل ممكن الخوت. المهم السيد اللي غيبغي ياخذ الموطور مرحبا به يجي عندنا وحنا غادي نكملوا مع الاجراءات، يعني من ناحيه الاوراق ومن ناحيه حتى الا بغى يزيد لي شويه في الجد كلشي ممكن الخوت ومرحبا بكم. عشان باش كتعرف الموطور مزيان ما يكونش كيفيه دخان ما كاينش، يعني حنا كسيرين الموطور دخان ما كاينش. المهم الخوت هذه البياسه نتمنوا تكونوا بعد استفدتوا معنا، اللي بغى ياخذ شي موطور قديم شنو من خوي الحوايج اللي يقلب في الموطور. وهنا الخوت غادي نقول لكم تهلاو في راسكم، نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله.